التقيت بأحد الأشخاص المهمين يعني، فقال لي أنا مسوي مشاريع، هو رجل غني من قبل، أنا مسوي مشاريع بفلان مكان ومسوي مشاريع. سألته قلت له أستاذ، قلت له هالمشاريع ترى أنا ما أقدر أشتريها، أنا هسه ما أقدر أشتريها ولا غيري. أنت تحكي الشقة ب$200,000 وب$200,000، هذه أنا ما أقدر أشتريها، المن هايدي منو دا يشتريها؟ زين. قال لي لا سعرها زين. قلت له شلون بدي اقول لك اني هسه ما اقدر. سعرها زين مقارنه بشنو؟ ما سالته؟ لا 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 لا، هو يعني اني اعتقد يعني هذا الموضوع حقيقه مدوخ العراقيين، خاصه اكو مناطق مثلا تشوفيها بها شقق ب $300,000 و $400,000 يعني. انا ما شايفتها والله، غير للشخصيات السياسيه والفاشينيستا. اي هذا هذه يعني انا ما شايفه مثلا موظف عادي ممكن يقدر ياخذها بسهوله. لا لا ماكو، لا لا، الا اللي عمل حر. لا اكو ناس كثيرين ترى يعملون اعمال حره وحقيقيه، لكن اليوم انت بتلتقين، انت جوز مجتمعك ما تلتقي، لكن انا من التقي بناس او بنات شابات او شيء مثلا من خلال عملنا الاعلامي، وتقول لي يعني مثلا بيتي بوابه العراق او شيء او هذه، تخلين يعني انه مخك يفتر. هسه انا عمري 60 سنه وما اقدر اشتري طابوقه ببوابه العراق.